أحاول أن أستيقظ لصلاة الفجر ولكن لا أستطيع. هنا سأتكلم عن بعض الأسباب التي تعينك بإذن الله عز وجل لصلاة الفجر. حياكم الله، معكم أخوكم عبد الله، وصلى الله عز وجل منه وكرم يتقبل منا جميعا. تحدثنا بالمقطع السابق عن فضائل لصلاة الفجر، وإن شاء الله بهذا المقطع راح نتكلم عن أسباب تعينك لصلاة الفجر. أولا، اترك السهر مهما كان، سواء كان محرم أو محبب إلى نفسك، مباح اتركه بالكامل. حاول أنك تترك يعني فترة معينة كافية لأنك تنام وترتاح. صلاة الفجر والله أولى من هذا الوقت اللي تشغل نفسك فيه. توضأ قبل النوم، أي أنك تنام على طهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لفلان فإنه بات طاهرا. أي إلى أن تستيقظ هو يدعو لك بهذا الدعاء. حافظ على أذكار النوم. أذكار النوم معروفة، افتح حسن المسلم أو افتح رابط على الإنترنت تبحث عن أذكار النوم، لأنها تحصنك من الشياطين الذين قد يكونون سبب في أنك ما تستيقظ لصلاة الفجر. لا تنام وأنت على معصية. هذه الجوارح إذا كانت ملطخة بالذنوب والمعاصي فمن الصعب جدا أنك تستيقظ، ومن الصعب جدا أنها تعينك على الاستيقاظ لصلاة الفجر. وليس فقط الجوارح، أيضا القلب. لا تنام وأنت حاقد على أحد أو أنك تحسد أحد. اقفز مباشرة عندما تسمع الأذان أو المنبه، مباشرة استيقظ. لا تقول برتاح خمس دقائق، ما راح ترتاح بل راح تطوف الصلاة. حاول أنك تثأر من الشيطان إذا طافتك صلاة الفجر. اليوم الذي لا تصلي فيه صلاة الفجر، حاول أنك تقرأ جزء من القرآن أو أنك تصوم أو تتصدق. آثر الأجر العظيم على الأجر الحقير. الأجر المترتب على صلاة الفجر عظيم جدا وكلنا نعرفه، والأجر الحقير المترتب على الراحة البسيطة من النوم ما تستاهل أنك تضيع صلاة الفجر عشانها. تحدث عن فضل صلاة الفجر، ذكر الناس عن أهمية صلاة الفجر، حدثهم، تكلم بينك وبين أصحابك أو أحبابك أو أهلك. هذه راح تكون دافع كبير جدا أنك تحافظ على صلاة الفجر. فهذه إن شاء الله أسباب، بعض الأسباب اللي أسأل الله عز وجل أنها تكون سبب لأنها تعينك لصلاة الفجر. هذا، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.